ونبقى في الشأن الليبي. انتخب المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين رئيسا انتقاليا جديدا خلفا لمحمد المجاريف الذي استقال بعد المصادقة على قانون يقصي المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي. وفاز نوري بوسهمين في جولة الثانية ب 96 صوتا من أصل 184 على الشريف الوافي، وهو أيضا نائب مستقل من شرق البلاد حصل على 80 صوتا. وينضم إلينا حسن أنظار مراسل فرانس 24 في طرابلس. حسن، ما التحديات التي تواجه رئيس المؤتمر الجديد؟ حقيقة يعني من أكبر التحديات التي تواجه ليس رئيس المؤتمر فقط وإنما المؤتمر الوطني الليبي العام بشكل كامل، ألا وهو استحقاق انتخاب الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الليبي. هذا الموضوع يعني هذه المعضلة الحقيقية التي يعني تواجه المؤتمر الوطني والشعب الليبي بأكمله لكي يستطيع العبور إلى الضفة الأخرى، ألا وهي يعني البدء في إنتاج البرلمان الحقيقي، البرلمان الذي يستطيع أن يكون له مصداقية أكثر من المؤتمر الوطني العام الحالي ويستطيع أن يقود ليبيا باقتدار أو يستطيع أن يتخذ حتى القرارات الاستراتيجية على مستوى ليبيا العام. الجدير بالذكر أن السيد نوري بوسهمين يعتبر وينتمي إلى الأقلية الأمازيغية، هذه سابقة في ليبيا تاريخية، تعتبر حيث وصول أحد يعني أعضاء أو أحد المنتمين إلى الأقلية الأمازيغية إلى سدة الحكم أو إلى أعلى منصب تشريعي في ليبيا. هذا من جهة، ولو أن الانتخاب لم يتم على هذا الأساس بينما كانت هناك تجاذبات سياسية حقيقية اليوم داخل المؤتمر الوطني العام ما بين الكتلتين الرئيستين ألا وهما العدالة والبناء وكذلك قوة التحالف الوطني. العدالة والبناء تحالفت مع كتلة الوفاء للشهداء، وقوة التحالف الوطني تحالفت مع كتلة يا بلادي وبعض المستقلين الأقلين، ولكن ها نحن نرى السيد نوري بوسهمين يصل بفارق ليس بسيط وإنما 16 صوتا، هو فارق لا بأس به داخل المؤتمر الوطني العام. السيد نوري بوسهمين لم يكن جديدا على الهيئة مكتب الرئاسة في المؤتمر، كان أحد أعضاء الهيئة حيث أنه كان يشفى المنصب المقرر العام، هذا مما يعني يؤشر أو يعطي مؤشرا واضحا أن السيد نوري بوسهمين كان على قرب وكان على دراية بكل ما يجري داخل مكتب الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام. البعض يتكلم أو بعض السياسة والمراقبين في ليبيا كانوا يتمنون إيجاد روح جديدة داخل هذا المنصب، بل البعض يسعى إلى ويتمنى أن تتغير مكتب الرئاسة بالكامل لكي يتم يعني إعطاء صورة جديدة للمؤتمر الوطني العام من خلال الأداء الذي كان متدنيا في السابق ونتج عنه التأخير وتأخير كبير جدا في إنتاج الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الليبي والاستفتاء على الدستور والوصول إلى البرلمان الحقيقي. فهاتين المعضلتين هما يعني الركيزتين الأساسيتين التي يعتمد عليهما التغيير في ليبيا. متى استطاع السيد نوري بوسهمين وأعضاء المؤتمر الوطني العام في عبور هذه المعضلة؟ أعتقد ليبيا سوف تتلمس وتستشعر الانتقال الحقيقي إلى الدولة والخروج من منطقة الثورة السائد حاليا. شكرا جزيلا لك حسن أنظار مراسل فرانس 24 في طرابلس.